مرة أخرى الكرة ملعوبة من جديد. رأسية من أمجد. لؤي إلى أمجد. أمجد إلى لؤي. لؤي يحاول الآن. واو إلى سعد عبد الأمير. كرة ممكن. ممكن جول. ممكن جول. جول 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 جول. جول. أمجد رامي يسجل هدف التقدم الأول لمصلحة أربيل بالدقيقة 60 من عمر اللقاء. بالدقيقة 60 أمجد رامي. أمجد رامي يسجل الهدف الأول وينال بطاقة صفراء. أمجد رامي.